أزول في اللون أسد من بأمر. أهلا بكم ومساء الخير للجميع المشرفين على هذه القناة وعلى المشاهدين الكرام. بداية أن تهميش المكونات هذا موضوع ليس بجديد، وطبعا المكونات سواء الأمازيغية أو الدبوية أو المكون العربي أو الشركسي أو هذه مكونات ليبية ولها الحق الكامل في التعبير عن هويتها وثقافتها. طيب، وما يتعلق بالقرار الأخير بتاع المجلس الرئاسي، نحب نوضح أنا طبعا صفتي مدير المسرح الوطني الأمازيغي، كلفت الفترة الأخيرة بأنني نمسك المركز القومي للمسرح الليبي. اطلعت أول ما اطلعت على اللوائح اللي كانت موجودة وعدلت فيها بمرافقة السيد رئيس الهيئة بموافقته، وكان المستشار القانوني حاضر، ورجعت كل اللوائح وعدلتها وموجودة أولا في النص الصادر فيما يتعلق، أتحدث فيما يتعلق بالمسرح. حتى في القرار اللي صدر السيد رئيس المجلس الرئاسي بيكون فيما يتعلق بالمسرح مذكورة المكونات الليبية. كونها أنا المركز القومي للسينما أو الفنون، طبعا هذا الموضوع لا أعلم أنا كيف اللي هم راجعوا، ولكن أنا اللي رجعته وقمت بتحديده ووافق عليه رئيس الهيئة ووافق عليه المستشار القانوني للهيئة، وأنا ممكن نسخة موجودة عندكم وأنا بعتها حتى البيت، لأن المسرح يتبنى كل المكونات الليبية الأمازيغية التبوية والمكونات الأخرى موجودة واضحة. وقريت الحقيقة، رجعت لقيت فيما يتعلق بالسينما يتحدث فقط عن المكون العربي فقط. ربما هذا فيه جانب، ما نعرفش إذا كان الأخوة المسؤولين عن المراكز الأخرى أن هم هل لديهم أبعاد في ذلك أو ما تقصدوش. طيب سيد طارق، أنت من جهتك مدير مكلف بالمركز القومي للمسرح الليبي، من جهتك قلت أنت عدلت، لكن هل في خطة لتنفيذ القرار أم أن هذا القرار لا يزال في مرحلة تداول بين الإدارات وهناك مساعي للتعديل مرة أخرى من قبل بعض الإدارات الأخرى؟ طبعا أنا فيما يخص المسرح ركزت، يعني ناقشت السيد الرئيس وكان بحضور المستشار القانوني على قصة المركز القومي للمسرح. المكون الليبي وقف، فاحنا مش يعني كنت رافض حتى، يعني هي هذا الخلاف بالنسبة لي يعني كمدير للمركز الوطني للمسرح الليبي، خلافي يعني معهم على قصة المكون تسمية المركز القومي، كلمة القومي، اعترضت على هذا، ونتيجة حسب ما سمعت من السيد رئيس الهيئة أن هي غير فقط مرحلة البداية توا، لأن احنا نطالبوا بميزانية. على فكرة احنا لنا 4 سنوات نشتغل بدون ميزانية ولا بدون أي موارد مادية. فقال احنا مجرد منه الإجراءات هذه بطول ما عندناش مشكله ان احنا تبقى كل المركز الوطني، فخلافي مع الهيئه في تسميه المركز القومي. ولكن هنا اطلعت على القرار بانه هو يتكلم على المكونات الليبيه كل تعددها واختلافها واشكالها. الفكره فقط بالفكره اعترضت على كلمه القومي، تمام، وزي ما تكلمت ووضحت ان فيما بعد بيصير فيه استماع ومناقشه على الكلمه هذه. وطبعا بالنسبه للمراكز الثانيه
ما نعرفش انا المذكره اللي عدلتها جت كما عاد كبرت التعديل وافق عليها المجلس الرئاسي وانا موجوده امامكم. تمام، وضحت فكرتك سيد طارق في النقطه هذه. سؤال اخير، كيف يمكن للفن ان يكون رسالة مثلا للسلام وتوحيد كافة مكونات المجتمع؟ طبعا عندك الفن لن تنهض الأمة الليبية إلا بشيئين، احترام العلم وتقدير الفن. الفن يعبر عن الشعوب، الفن يعبر عن ثقافة الشعب وحضارة الشعب، وتهميش اي مكون هذا لن يصل بليبيا الى الدول المتقدمه، ولن يصل بليبيا الى النصبوليس، ليبيا موحده، ليبيا التوافق هو العنصر اللي يجمع الليبيين، فلن تكون ليبيا الا بالتوافق، الا بمكوناتها والوانها وتعدد ثقافاتها. هذا الشيء طال الزمن او قصر. عموما انا قبل ما كلمتي الحي الاساتذه الفنانين المناضلين اللي كافحوا معنا في تاسيس المسرح الوطني الامازيغي، على راسهم الاستاذ الممثل القدير عيسى عبد الحفيظ والاستاذ يوسف الكردي والاستاذ علي دعدوش، مجموعة كبيرة من الفنانين نحييهم. واحنا اليوم لنا 4 أو 5 سنوات نقدم في عروض بالأمازيغية بمجهودات ذاتية، ونأمل في القريب أن إن شاء الله تتوفر لنا الميزانية. أيضا بنضيف حاجة ثانية، في موضوع ثاني بنشير له، وهذا طبعا احنا نحترم جدا المحاكم الليبية والهيئات القضائيه، نحترمها جدا جدا. بنحب ان في اشكاليه في التفتيش، اداره التفتيش على المحررين العقود، اي منظمه امازيغيه يوقفوا فيها ويهددوا في المحررين العقود بانهم سيتعرضوا الى الحبس والى احتجاز اذا هم اعتمدوا منظمات. وانا هذا الموضوع من فتره اشرت للحقيقه مشكله كبيره، الهيئات القضائيه والمحكمه العليا المفروض تنتبه لهذا الموضوع. الموضوع يتعلق باداره التفتيش بمحكمه شارع فريدي في طرابلس، ان هي هذه اداره التفتيش تعاقب كل المحررين العقود اللي يقوموا بتاسيس منظمات امازيغيه سواء حقوقيه او سيد طارق على ما اعتقد ان هذا خارج الموضوع اللي المفروض نحن نحكوا فيه. لا انا حبيت نشير له لان حتى هو موضوع مهم سيد مهيب. تمام، احنا وصلنا لختام المداخلة هذه، شكرا لك سيد طارق مدير المسرح الوطني الأمازيغي والمدير المكلف المركز القومي للمسرح الليبي طارق مادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.